مشاهدينا سلام الله عليكم، أهلا بكم إلى عدد جديد من برنامجكم اليومي الظهيرة. نسعد بخدمتكم إلى غاية الخامسة مساء في هذا الفضاء الجواري الإخباري للقناة الإخبارية بملفات متعددة ومحطات قارة. وأول ملفاتنا لظاهرة هذا الأربعاء سيكون لنا حديث فيه عن قطاع الطاقة، ونتوجه هذه المرة إلى الشرق الجزائري وتحديدا إلى ولاية سوقهراس، حيث يلتحق بنا من محطة قسنطينة الجهوية السيد عمار فرحاتي مدير الطاقة لولاية سوقهراس. أهلا بك سيدي. أهلا مرحبا، يعطيكم الصحة على الدعوة، بارك الله فيكم. أهلا. كما نحيي كل الجزائريين وبالخصوص مواطني ولاية سوقهراس. مرحبا بك سيدي. كما سيكون لنا حديث في ملفنا الثاني عن قطاع التربية وتحديدا بولاية ورقلة، ويلتحق بنا من محطة ورقلة الجهوية إذ نرحب بالسيد بدر الدين بن عيسى مدير التربية بولاية ورقلة. أهلا بك سيدي. أهلا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بك سيدي. نرحب بالجميع. أهلا جميع في هذه الحصة، ونشكر التلفزة الوطنية ومن خلالها التلفزة الجهوية ورقلة على هذه الاستضافة التي نتمنى أن تكون ذات فائدة إن شاء للجميع الله. وشكرا. مرحبا بك سيدي. سيد بدر الدين بن عيسى ابقى معنا، سنعود للحديث عن القطاع بعد قليل، والبداية تكون بولاية سوقهراس للحديث عن قطاع الطاقة. وقبل الحديث عن القطاع بالولاية، نتعرف في هذا الروبورتاج للزميل تهامي زكريا على عملية ربط أزيد من 1100 عائلة بشبكة الغاز الطبيعي. وضعت حيز الخدمة بالمناطق النائية لبلدية ولاد دريس بولاية سوقهراس. العملية تندرج ضمن التكفل بسكان مناطق الظل والمناطق الحدودية. نتابع ونعود للنقاش. شتاء دافئ سينعم به ساكنة مشتة القارية والعراقبية زهيلة القريد وزمور ببلدية ولاد دريس بعد وضع الغاز الطبيعي حيز الخدمة وسط فرحة كبيرة للمواطنين. 25 سنة ونحن قاعدين ندفوا على الحطب، راني فرحانة الحمد لله يا ربي على النعمة اللي عطاهنا ربي. الحمد لله كيعطونا الغاز ونحكموا الماء سخون ونحكموا السخينة. أي نعمة من عند ربي، كثر خير السلطات المعنية. البرنامج يأتي في إطار التكفل الأمثل بمناطق الظل، خاصة المناطق الحدودية منها. فيما يخص الغاز الطبيعي، واللي نقول خصنا مبلغ هام على مستوى الولاية الموجه لمناطق الظل، واللي تقريبا قيس حوالي 8500 عائلة، والعملية راهي متواصلة. سبق وين استلمنا في البداية حوالي 3000 عائلة، واليوم فيه 1125 عائلة فقط كما نقول في بلدية ولاد دريس. هذا وتعتزم السلطات المحلية لولاية سوقهراس مواصلة ربط المناطق النائية بالغاز الطبيعي لتحقيق نسبة تفوق 90% قبل نهاية السنة. إذن سيد فرحاتي، كما تابعنا في الروبورتاج، عملية ربط بالغاز الطبيعي جد مهمة على مستوى بلدية ولاد إدريس. هل لك أن تحدثنا عن هذه العملية في البداية؟ شكرا. إذن احنا في قطاع الطاقة، خاصة في برنامج ربط الساكنة بالغاز الطبيعي، مؤخرا قمنا بتدشين بعض المشاتي في الولاية اللي تابعة بلدية ولاد دريس كما ذكر سيد الوالي في الروبورتاج، واللي تفوق 1100 عائلة اللي استفدت بهذه المادة. دونك حنايا العمل تاعنا متواصل يعني في كل انحاء الولايه، لان فيها 26 بلديه وكامل راهي معنيه بالربط بالغاز الطبيعي، المشاتي تاعها يعني، لان 26 بلديه تاعنا راهي مربوطه كافه بالغاز الطبيعي. وحنا درك في صدد تمديد شبكه الغاز الى المشادي الى المناطق يعني المبعثره. دونك حنايا العمل تاعنا متواصل بالنسبة لمناطق الظل، ولا بالنسبة للشريط الحدودي الذي يتكون من 5 بلديات في الولاية، مع الجارة مع صديقنا في الحدود مع جيراننا التونسيين يعني. إذن احنا
احنا في العمل تاعنا متواصل بالنسبه بالغاز او بالنسبه للكهرباء. اذا العمل تاعنا راه متواصل وقاعدين نعملوا تدريجي. دونك احنا ما عندنا حتى مشكل، وان شاء الله راح نقيسوا يعني نقيسوا كل المشاتين تاعنا، ولكن يكون العمل تدريجي. حاليا بالحديث عن المناطق الحدوديه للولايه وبالاضافه الى ذلك المناطق النائيه ايضا، عمليه التزويد بالغاز الطبيعي كيف تتم، خاصه فيما يتعلق في التجمعات السكانيه التي تكون ربما بعيده عن شبكات الغاز الطبيعي، كيف يتم عمليه الربط؟ دونك احنا اولا الولايه خصصت مبلغ يعني معتبر للشريط الحدودي بالنسبه للغاز الطبيعي، لحوالي المبلغ حوالي 175 مليار سنتيم، هذا راه مخصص للشريط الحدودي. منهم عندنا اللي في طور الانجاز، مثلا منطقه الفويض الحدوديه اللي تبع بلديه ولاد مؤمن، عندنا منطقه بير الوحيشي اللي تبع بلديه الحداده، عندنا هذوما راهم في طور الانجاز. اما يبقى عندنا ثاني منطقه ولاد عباس ببلديه سيدي فرج، عن قريب ان شاء الله ستنطلق. اذا احنا عندنا يعني مبلغ معتبر لهذه المناطق. اما بالنسبه للتجمعات اللي تكون بعيده على شبكه الغاز، احنا في عمليه احصاهم باش ان شاء الله نقوموا بربطهم بالغاز البروبان، وهذا بالتنسيق مع مؤسسة نفطال إن شاء الله. وما كانش يعني فرق كبير، ما كانش فرق بين الغاز الطبيعي أو غاز بروبان. غاز طبيعي هو شبكة، أما الغاز بروبان وهو صهريج، على كل حال يكون يعني ثم على مستوى هذه المجمعات، ويكون يعني تزويدهم بالغاز البروبان عادي كأنه غاز طبيعي. إذن احنا في عملية الإحصاء المجمعات البعيدة على هذه على شبكة الغاز، وإن شاء الله في عن قريب جدا سننطلق في هذه العملية. وفيما يتعلق بعملية إنجاز هذه الصهاريج من حيث التكلفة وحتى في سرعة الإنجاز كيف يعني تكون؟ شوف، هي بالنسبة لهذه الصهاريج التكلفة تاعها تكون أقل بكثير من تكلفة مشاريع الغاز الطبيعي، ومام الاجال تاعها باش نحطوها ثم في المنطقه ما تطلبش وقت كبير، وبالتالي ومام التكلفه تكون تكلفه ضعيفه يعني بالنسبه لغاز طبيعي. اذا احنا ان شاء الله كي ننطلقوا في العمليه ما احناش راح نطولوا فيها، وان شاء الله الناس كل تستفاد بهذه العمليه. ويتم تزويد بالغاز البروبان تدريجيا ودوريا؟ احنا هذا بالتنسيق مع البلديات والدوائر، هما يعطيونا الاحصاء تاع المجمعات البعيده عن الشبكه ونحصيوهم وندير لهم بطاقه تقنيه، ومع مؤسسه نفطال يكون تنسيق باش يزودونا بهذه الصهاريج ان شاء الله. يعني كم تبلغ حاليا نسبه الربط بشبكه الغاز على مستوى ولايه سوق هراس؟ حاليا نسبه لو تو دو ديسيرت، معناها البلديات المربوطه بالغاز هي 100%. عندنا 26 بلديه مربوطه بالغاز على 26 زائد المجمعات الكبرى. اذا لو تو دو ديسيرت هي 100%، ولو تو دو بينيتراسيون معناها وين قدرنا تمديد الغاز الى المناطق المبعثره، الى المشاتي، الى هذا، احنا في 77% دركا، وان شاء الله كي نكملوا البرنامج هذا اللي جاري راح نديباسي وان شاء الله ما يفوق 85%، نلقوا حتى 90% ان شاء الله. وفيما يتعلق بالسكنات والتجمعات السكنيه الجديده بالاقطاب الحضريه الجديده، كيف يعني تتم العمليه على مستوى سوق هراس؟ ربما كم تحصي ولايه سوق هراس من حظائر سكنيه جديده؟ والله البرامج كثيفه، برامج الدوله ومجهودات الدوله يعني كثيفه جدا. كاين ديبوس يعني بكثره راهم في الانشاء تاعهم، سكنات، البرامج السكنيه بمختلف الصيغ ثاني كثيره جدا، بالنسبه للاجتماعي ولا للبيال ولا للبيا ولا للبنايات الريفيه، راهم برامج يعني معتبره. وحنايا كقطاع الطاقه
رحنا يعني هازين بعين الاعتبار هذه البرامج ومع الزملاء تاع شركه سونالغاز راهم دائما في الموعد. الربط نتاعو يكون عادي بالطلبات نتاع المؤسسات هذه اللي تنجز في هذه السكنات، والربط نتاعها يكون عادي وما كان حتى اشكال في هذا الموضوع. ربما ننتقل الى مجال اخر في القطاع وهو مجال الكهرباء. ايضا نتحدث عن المناطق الحدوديه، المناطق النائيه، كيف يتم ربطها بشبكه الكهرباء، خاصه وانه الولايه يعني شاسعه، كيف تتم عمليه الربط على مستوى هذه المناطق؟ برك فنمد توضيح لهنا سيدتي. احنا نسبه التغطيه بالكهرباء على مستوى الولايه احنا في 98.1%. نعم، هذه نسبه الربط. اذا هنا واش نفهموا باللي كل المشاتي وكل يعني لو تيسي اوربان كامل والمشاتي كامله راهي مربوطه بالكهرباء. نعم. واش بقى لنا هذه لي 2% هذو اللي بقات اللي راهي توسيعات. نعم. التوسيعات هذه ترجع الى كما قلت سابقا راجعه للبرامج المعتبره تاع الدوله لبناء الريفيه اللي راهي يعني دائما كاينه البرامج في المشاتي، المواطنين تستفاد بهذا البرنامج، وبالتالي يبقى ديما محتاجين للربط بالكهرباء. وحنا في هذا الصدد عندنا دائما برامج بالنسبه لبرامج البرنامج الخماسي اللي كان مجمد وعاود عرف انطلاقه، راهو في طور الانجاز. كاين المشاتي اللي راهم في حيز الخدمه ومشاتي في طور الانجاز، زائد برنامج لاف سي سي ال لو اف اس جي سي ال اللي تابع لوزاره الداخليه عن طريق السيد الوالي. اذا احنا هذا ثاني عندنا برنامج معتبر وسينطلق عن قريب، وان شاء الله سنغطي كل المشاتي بالكهرباء وان شاء الله نروحوا لابعد نقطه. نعم، دونك احنا بالنسبه للكهرباء ما عندنا حتى اشكال. يعني هذا يقودنا ربما لتساؤل عن كذلك الكهرباء الفلاحيه، خاصه انه المنطقه تعرف بفلاحتها والكثير من المستثمرين يقومون بتوسعه مستثماراتهم، هل تواكبون هذه التوسعات على المستوى الفلاحي في الكهرباء الفلاحيه؟ نعم سيدتي، احنا عندنا برنامج في الاناره الريفيه، احنا كي نديروا برنامج في الاناره الريفيه احنا المشتى اللي يروح لها البرنامج راهي تمس يعني الناس كل، تمس الساكنه اللي راهي في المشتى هذيك كلها راهي تستفاد من هذا البرنامج. نتحدث كذلك في نعم تفضل سيد فرحاتي. وهذا تنفيذا يعني للسياسه العامه للبلاد، دونك حنايا تنفيذ لبرنامج الدوله. احنا ان شاء الله قايمين بالدور في الولايه نتاعنا، الولايه معروفه بالطابع الفلاحي يعني. دونك حنايا الاناره كما قلت لكم لو طو دو الكتريفيكاسيون الى 98%، ما بقاتناش يعني حاجه كبيره، بقاونا الى التوسيعات، والبرامج اللي عندنا ان شاء الله ستغطي كل هذه التوسيعات ان شاء الله. فيما يتعلق كذلك سيد فرحاتي بالمؤسسات التربويه ربما التي تكون بعيده بالمناطق النائيه والحدوديه تحتاج الى طاقه كهربائيه، يعني كيف تتعاملون مع هذا الامر؟ هذه في تقريبا المؤسسات التربويه اللي تكون بعيده، اللي تكون في المناطق المعزوله كاللي تعرف بالمصطلح تاع مناطق الظل، هذا برنامج تقوم به البلديه بإعاز من السيد الوالي، يديروا لهم سكون ابل الطاقه الشمسيه، يديروا لهم دي كيت سولار ويمشيوا بالطاقه الشمسيه كي تعود بعيده على الشبكه الكلاسيكيه تاع الكهرباء. نعم. اذا يديروا الطاقه الشمسيه وبالطاقة الشمسية يعني راهو يمشي الكهرباء عادي جدا. ونقص مام تكلفة، نقصت تكلفة بارابور لو ريزو كلاسيك ديليكتريسيتي. دونك لي زيكول بريمار اللي في المناطق المعزولة لا ماجوريتي تاعهم، الأغلبية تاعهم متكفلة بهم البلديات بالطاقة الشمسية. بالحديث عن الطاقة الشمسية سيد فرحاتي، هل يتم تعميم هذا المصدر من الطاقة على مختلف المؤسسات الأخرى وربما حتى الحظائر الصناعية إلى ما غير ذلك؟ بالنسبة للطاقات الجديدة والمتجددة يعني
لا ديفينيسيون تاعها ما نقولوش طاقه شمسيه، نقول لك طاقه جديده ومتجدده اللي فيها الطاقه الشمسيه، الطاقه الهوائيه، الطاقه بليزيور سورس دو دينرجي رينوفلابل. دونك والمعمول بها الاكثريه هي الطاقه الشمسيه. اذا احنا الساعه في ولايه سوق هراس عندنا محط توليد كهرباء بواسطه الطاقه الشمسيه اللي موجوده في بلديه ولد الكباريت، لي لا بويسونس تاعها سي 15 ميغاوات، وهذا لا بويسونس اللي انجيكتي ديريكتومون في لو ريزو ناسيونال، سي بور 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 لو رينفورسمون تاع لو ريزو ناسيونال. دونك عندنا ديجا اون سنترال فوتوفولتايك او نيفو دو لا ولايه سوق هراس. اما بالنسبه ل تسمى استعمال الطاقه الشمسيه في بصفه عامه، ساعه في الوقت الحالي كاين في الإنارة العمومية البلدية تركا في الإكلاراج بيبليك يستعملوا نوعا ما هذه الطاقة، طاقة شمسية، وهذا باش يقلصوا من التكاليف تاع الكهرباء الكلاسيكية. إذا بالنسبة في الوقت الحاضر المعمول بها إلا في ليزيكول بريمير إيلواني بلوس الإكلاراج بيبليك، وتبقى إن شاء الله إن شاء الله تتطور وتروح لمجالات أخرى إن شاء الله. يعني هل تسعون سيد فرحاتي إلى يعني توسعة مثل هذا الاستعمال للطاقات المتجددة والطاقات النظيفة كما يصطلح عليها في مختلف المؤسسات الأخرى؟ يعني أنتم كمديرية للطاقة لكم دور في هذا الشأن، ما هو الأمر والجهود التي تقومون بها حتى يتم تعميم الطاقات المتجددة؟ هو كي تشوفي الأهمية تاع الطاقات المتجددة والطاقات النظيفة يعني صديقة البيئة على كل حال، من الأهمية نتاعها يعني القصوى أنشئت لها وزارة كاملة اللي هي تحويل طاقوي. دونك هذه الوزارة راهي تعمل بالتنسيق مع وزارة الطاقة لكي يطوروا هذا الطاقة، وإن شاء الله يعني تدخل في كل المجالات ان شاء الله، وهذا وسمى تدخل في كل المجالات ان شاء الله في المستقبل القريب ان شاء الله. وهذه سياسه الدوله، سي لا توندونس نتاع السياسه نتاعنا اللي لازمنا وحتما رايحين للطاقات المتجدده. فيما يتعلق بمختلف وهذا كي نروحوا للطاقات المتجدده سيدتي راح نربحوا من راح نوليو نربحوا الغاز الطبيعي اللي يروح لي سونترال دي سنترال اتوربينا غاز اللي راهم يروح لهم بزاف الغاز الطبيعي بكميات كبيره. كي نديروا طاقات نديروا مولدات كهربائيه بالطاقه الشمسيه راح نربح هذاك الغاز الطبيعي اللي يروح لهم ونستعمله في يعني اغراض اخرى. نعم، يعني اليوم كم تحصي ولايه سوق هراس من محطات انتاج الطاقه الكهربائيه؟ ربما نتحدث كذلك عن غاز البروبان في بعض البلديات النائيه، هل يتم تجديد هذه الطاقه على مستوى مختلف المحطات كذلك؟ احنا في ولايه سوق هراس يعني عندنا محطه واحده هي محطه توليد الكهرباء بواسطه الطاقه الشمسيه في موجوده في على مستوى بلديه واد الكباريت. اما بالنسبه لمحطات توليد الكهرباء باتيربين ما لا تحتوي ولايه سوق هراس على هذه المحطات، وحنايا التزويد بالكهرباء يجينا من ولايه تبسا، ولايه ام البواقي، ولايه قالما. دونك لاليمونطاسيون اون انرجي الكتريك يجيونا دي ليني دو ترونسبور او تونسيون من الولايات المجاوره، والتغطيه راهي كافيه وكافيه جدا. يعني هل هنالك مشاريع مستقبلية فيما يتعلق بالقطاع ربما حتى يكون هنالك تزويد مباشر من ولاية سوق هراس؟ على كل حال في الوقت الحاضر ما عندناش يعني مشاريع، ولكن في المستقبل سنقترح ذلك إلى الوزارة وإن شاء الله يكونوا مشاريع في المستقبل إن شاء الله. إن شاء الله. كنا تحدثنا منذ قليل سيد فرحاتي عن التجمعات السكنية الجديدة، ونعرف أن سوق هراس يعني تدريجيا تقوم بإنشاء مجمعات سكنية جديدة، وحتى يعني قطاعكم يواكب إنجاز هذه المشاريع حتى لا يكون هنالك تأخير في استلامها من حيث إنشاء العدادات إلى ما غير ذلك. كيف يعني تقومون بهذه العملية؟
احنا مع بالتنسيق مع زملائنا تاع مؤسسه سونار غاز صدر مؤسسه التوزيع حنايا نرافقوا وين يكون مشروع نتاع حظاير سكنيه جديده نرافقوهم مع انتهاء المشاريع يكونوا مربوطين بالمدتين اما سواء الغاز او الكهرباء سما نهار كي يكون يتم التوزيع تاع هذه السكنات يكونوا مربوطين بهذا المدتين ما عندناش اشكال في هذا في هذا يعني الغرض نتاع الربط بالكهرباء والغاز وزملائنا تاع سونار غاز راهم دائما يكونوا في الموعد يعني كما هو مطلوب. فيما يتعلق بالتجمعات السكنية في المناطق النائية ذات طابع فلاحي بالدرجة الأولى، هل تسعون إلى يعني استعمال وتعميم الطاقات المتجددة عوض أنه يتم التزويد بالكهرباء الفلاحية التقليدية ربما الاستعانة بالطاقات المتجددة في هذه المناطق؟ والله سيدتي احنا في ولايتنا كما قلت قبيله النسبه تاع الربط بالكهرباء راهي 98%. معناها احنا كل المشاتي الريفيه وكل الحظاير يسمى لو تيسيرب ولا الريف راهم مربوطين كامل بالكهرباء يعني في رارمون وان نتاعو في ديكا ايزولي يكونوا بعاد على الشبكه يعني الحمد لله حنايا الشبكه تاع الكهرباء وصلت لابعد نقطه في الولايه واذا وصلنا وين تستحيل ولا يستحيل الربط بالكهرباء في المناطق البعيده سنلجا ان شاء الله ونربطوهم بالطاقه الشمسيه ان شاء الله. وهي الساعه هذه في الحاضر نعم. يعني ما عندناش مشاكل في هذا السياق. لإنجاز مختلف هذه المشاريع هل تستعينون بالمؤسسات المصغرة المتخصصة في هذا المجال سيد فرحاتي؟ والله القانون واضح على كل حال في المشاريع 20% لازم تروح لهذه المؤسسات المصغرة نعم. هذا القانون واضح أي مشاريع راح تكون مناقصة عليها 20% نتاعها راح تروح لهذه المؤسسات هذا واضح في القانون نعم دونك لازم تطبيق القانون بحذافيره ما كان حتى إشكال عندنا في هذه. هل لك يعني بعض الإحصائيات عن عدد المؤسسات التي تستعينون بها يعني وتتعاملون معها في مختلف هذه المشاريع وربما تحتاج هذه المؤسسات بعض عمليات التكوين على مستوى مديرية الطاقة في عمليات الإنجاز والمرافقة كذلك؟ والله سيدتي هذا كي يكون عندنا مشاريع حنايا نضبطوا البرنامج مع السيد الوالي نعم. ونربطوا البرنامج ويرسل الى مؤسسه سونار غاز اللي تقوم بانجازه سيدي يعني على ارض الواقع. اذا المؤسسات اللي تعمل في مجال الطاقه يعني الكهرباء والغاز راهي عندها صله مباشره مع مؤسسه سونار غاز والاحصائيات يعني الكافيه راهي على مستوى سونار غاز. نعم اذا ربما نستطيع القول ان ولايه سوقهراس لها اكتفاء كبير من ناحيه سواء الغاز الطبيعي وحتى الكهرباء وحتى فيما يتعلق بمختلف التوسعات العمرانيه والفلاحيه. اذا سيد عمار فرحاتي مدير الطاقه لولايه سوقهراس شكرا جزيلا لك على تلبيه دعوه البرنامج. شكرا. بارك الله فيك ونشكرك على هذه الدعوه. يعطيك الصحه. العفو. إذا مشاهدينا متواصلون معكم وننتقل الآن إلى وهران، ننتقل إلى الجانب التنموي وبالتحديد إلى الباهية وهران الحظيرة المتوسطية التي تدعمت بأقطاب عمرانية عدة على غرار القطب العمراني مسرقين الذي سيتدعم بمرافق عمومية كالهياكل التربوية والمنشآت الصحية. تفاصيل أوفى في هذا الموضوع مع الزميل محمد سالمي. تشهد ولاية وهران إنجاز حظائر سكنية جديدة. هذه السكنات رعي في إنجازها فضاءات للترفيه ومرافق ضرورية. كان والو، ما كان لا سيام لا بريمير، ودق الحمد لله تقمت الحياة شوية. هذا أمر يبعث على التفاؤل. الإنسان كي يتفائل خير يلقاه، وإن شاء الله ربي يوفقهم كي يديروا لنا هذه المرافق العمومية.
يحتاجها الإنسان. مشاريع تحققت لتوفير حياة كريمة للساكنة. 4 منشآت وتجهيزات عمومية جديدة تتمثل في ثانويتين متوسطة واقعة متعددة الخدمات. بالنسبة للمنشآت الجديدة التي قمنا بتوتيدها خصص لها مبلغا إجماليا يقدر بمليار و300 مليون دينار جزائري. مرافق أخرى سيتم الانطلاق فيها إن شاء الله في الأيام القليلة القادمة من مدارس ومجمعات تربوية. هذا كله ترقبا لاستلام كما قلت جزء كبير من السكنات في هذا القطب بنهاية يعني الثلاثي الأول والثلاثي الثاني. وتعتزم السلطات المحلية بوهران إتمام الورشات قبل نهاية السنة الجارية. نبقى في الغرب الجزائري وبالتحديد بلديتي منداس وزمورة بولاية غليزان، تعرفان إنجاز مشاريع لشق الطرقات تشارف على الانتهاء ستساهم في فك العزلة عن سكان المنطقة. هي مشاريع تابعة لقطاع الغابات بالولاية استحسنها المواطنون كثيرا، من شأنها تسهيل تنقلاتهم ومزاولة نشاطهم الفلاحي. نتعرف أكثر على هذه المشاريع في هذا الروبورتاج للزميلة نوال بن طوبة. أشغال إنجاز 10 كيلومتر لربط قرى ومداشر بلديتي منداس وزمورة بولاية غليزان ضمن مشاريع قطاع الغابات لشق الطرقات وفتح المسالك الصعبة. نشارف على انتهاء الأشغال، ويعني ربما على منا على مدة 10 أيام يكون هناك استلام مؤقت لهذا الطريق اللي هو على 4 كيلومترات. وعدني طريق واحد آخر يعني بلدية واحدة أخرى اللي هو بلدية منداس اللي يربط، هو يربط بين 3 مناطق ظل اللي هي بني سعد ولاد رافعة ولاد بوسعيد، هو كذلك يعني ربما على أسبوع يعني الاستلام. هذا الطريق يدخل في إطار يعني مؤسسة مصغرة في إطار لونساج، وهذا تشجيعا لهذه المؤسسات يعني حتى يكتسبوا مثلا خبرة ويكون عندهم يعني يكونوا مؤهلين إن شاء الله في المستقبل باش يكونوا مقاولات حتى هما من الطراز يعني العالي إن شاء الله. مشاريع استحسنها مواطنو هذه المناطق والتي وفرت عليهم الجهد والوقت للتنقل ومزاولة نشاطهم الفلاحي. نجو من زمورة للدوار هنا حوالي 6 كيلو، دروك رانا نجو 4 كيلو، رانا نقصوا نقصت ما شاء الله. كانت الطريق ما كانش كاع منا، هذه الطريق هذه فتحوها الغابات، هذه جديدة زعما فكت علينا العزلة، ورانا دروك الحمد لله يا ربي كنا نديروا ساعة ولا أكثر، دروك رانا 20 دقيقة تكون في مندس. إلى جانب فك العزلة عن سكان مناطق الظل بزمورة، تساهم هذه المشاريع في تسهيل التدخل السريع لأعوان الغابات والحماية المدنية في حال نشوب حرائق لا قدر الله. ولتفصيل أكثر في هذا الموضوع يلتحق بنا عبر الهاتف السيد محمد غرمول رئيس مقاطعة الغابات زمورة ولاية غليزان. أهلا بك سيدي. إذن أهلا بكم، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إذن سيد غرمول، حدثنا في البداية عن عملية فتح مختلف المسالك على مستوى بلديتي منداس وزمورة. إذن بسم الله الرحمن الرحيم، كما قلنا يعني سابقا الأخت الكريمة، إذن المسالك يعني المفتوحة هناك بين بلدية منداس وبلدية زمورة على مسافة يعني 10 كيلومترات. المرة الأخيرة كنا يعني زرنا الموقع اللي تاع 4 كيلومترات، يعني حاليا هو على الانتهاء من كما شفناه، وكذلك الموقع اللي قلنا على 6 كيلومترات اللي شفناه في بلدية منداس، وقلنا بأنه يدخل ذلك في إطار يعني فك العزلة عن مناطق الظل. وكما ذكرنا أيضا سابقا بأن هذه المسالك هي تدخل في إطار يعني تسهيل في حالة يعني نشوب حرائق الغابات. نعم، بالإضافة إلى هذا سيد غرمول، هل هنالك مناطق أخرى ستستفيد من فك العزلة وفتح بعض المسالك على مستواها؟ إذا نعم، كما قلت الأخت هناك مناطق أخرى تدخل إما في البرنامج القطاعي أو البرنامج فيما يخص الأفنديار، هذا برنامج لحوالي خمس بلديات و13 دوار أو لوكاليتي، 13 لوكاليتي اللي يدخلوا كلهم في مناطق الظل. يعني كم يبلغ طول هذه المسالك بالتقريب التي سيتم فتحها على مستوى هذه البلديات؟ إذا احنا فيما يخص كما نقول لك البرنامج تاع الصندوق حوالي عندنا 20 كيلومتر يعني فتح مسالك، وعندنا 18 كيلومتر فيما يخص تهيئة المسالك. وكذلك عندنا يعني في البرنامج القطاعي مس يعني كاين برنامج قطاعية
اللي الان اللي كاين اللي عندها تشرف على الانتهاء، عندنا 150 كيلومتر. نعم. وعندنا في اطار كذلك فتح المسالك 82 كيلومتر، وعندنا 40 كيلومتر اخرى ان شاء الله يعني الانطلاق عن ذلك في هذه الايام ان شاء الله ستنطلق، وكلها يعني مخصصه لهذه مناطق الضل ان شاء الله. سيد غربول، كما تابعنا في الروبورتاج يتم الاستعانه بمختلف المؤسسات المصغره في انجاز هذه المشاريع، كيف تتعاملون مع مختلف المؤسسات المتخصصه في هذا المجال؟ اذا كما قلت الاخت وهضرنا يعني تكلمنا يعني في السابق ان المؤسسات الصغرى عندها الحصه في كل برنامج، عندها يعني 20% من برنامج فيما يخص كل العمليات. مثلا حتى كما لاحظنا يعني فك العزلة أو فتح مسلك، يعني دائما هم اللي كان أشرفوا على فتح هذه المسالك. كذلك لاحظنا فيما يخص الأشغال الحراجية أن المؤسسة كانت هناك مؤسسة مصغرة في إطار المونتاج اللي هي المتكلفة بعملية تاع الأشغال الحراجية. نعم. يعني احنا دائما نخصصوا لهم يعني هذه 20% من كل برنامج حتى يعني يكتسبوا معنا ويكون عندهم تأهيل في المستقبل، لأن يعني لازم المؤسسات هذه مستقبلا يكونوا مؤسسات إن شاء الله يكونوا ما يكونوش غير دائما مصغرة ويصبحون مؤسسات يعني عادية إن شاء الله. إن شاء الله. سيد غرمول، نعرف أنه الغابات تشهد الكثير من الحرائق خاصة في بعض الظروف الطبيعية وربما حتى البيئية التي تسبب ذلك، يعني أنتم كمقاطعة غابات ما هي الجهود التي تقومون بها لحماية هذه الغابات، حماية الأنواع النباتية والحيوانية كذلك؟ إذا فيما يخص الحماية، نبدأ يعني فيما يخص الحماية من حرائق الغابات، يعني كل سنة يعني هناك يعني تحضير للحملات مكافحة الحرائق كل سنة. يعني الآن رانا نبدأ يعني تحضير الحملة، إذا فيما يخص الإمكانيات خاصة الإمكانيات المادية، خاصة يعني مثلا كما شفنا الأبراج المراقبة، وكذلك يعني نستعد حتى يعني باش نوظفوا يعني بداية حملة الحركة في أول جوان، يعني هناك عمال موسميين، وحنا دائما العمال الموسميين يعني دائما نوظفوا العمال الموسميين اللي يكونوا ساكنين في الغابة حتى يعني يستاهلوا علينا، يعني في حالة ما تكون حريق يعني السرعة تاع التدخل حتى نقلوا من خسائر الغابات. كما كذلك نقولوا في من ناحية الحماية فيما يخص الأمراض، لاحظنا بأن هناك يعني عندنا برنامج في مكافحة الدودة الجرارة، وهذا يعني بالمكافحة الميكانيكية. نعم. وهي عملية كما شفناها يعني باش نحيو هذوك الأعشاش، يعني حتى دائما نحافظوا على صحة الأشجار والغابات بصفة عامة. أما فيما يخص الحيوانات على مستوى الغابات، يعني نقوم بالمحافظة على الثروة الحيوانية، حالة الزيادة يعني هناك نقوم بملاحقات إدارية في حالة ما يكون مثلا عندنا خنزير البري يكون عدد المواطنين يعني خاصة القريبين من الغابة ولا الفلاحين، عندما يشتكون يعني نديروا مقررات اللي يسميها السيد الوالي. نعم. على هذه يعني ونطبقوا في العملية. هذه يعني دائما وتكون هناك دائما دوريات لمحاربة يعني كما نقولوا الصيد الجائر ولا حتى الصيد مثلا الطيور يعني اللي رانا نشوفوا يعني تباع على الاسواق، يعني كل هذه دائما مخصصه عند المحافظه ودائما التعليمات دائما على مستوى يعني كل المقاطعات والاقاليم. ربما هذا يقودنا للحديث عن عمليه التشجير. الجزائر ككل تعرف عمليه تشجير واسعه على مستوى ولايه غليزان، كيف تقومون بهذه العمليه ومن يتم يعني مساعدتكم في عمليه الغرس على مستوى مختلف البلديات وحتى يعني القرى النائيه؟ إذا أختي فيما يخص العملية التشجير، يعني المحافظة غليزان كان عندها يعني برنامج يعني برنامج ثري السنة الماضية، يعني كنا نجزنا حوالي 500 هكتار، هذا كله لتوسيع الثروة الغابية على مستوى الولاية. كذلك عندنا في إطار الصندوق عندنا 600 هكتار اللي رانا انطلقنا في الإنجاز ديالها هذه السنة، وهي كذلك تمس مجمل ولا المناطق يعني الغابية على مستوى يعني بلديات ودوير. كما ان هذه العمليه تهدف اولا لحمايه اما حمايه يعني لي باسان فيرسو، وكذلك لتوسيع الثروه الغابيه. وما ننساوش ان اداره الغابات ولا مجمل محافظات الغابات يعني باش نهضوا على اليد العامله، اذا احنا اليد العامله على مستوى هذه المناطق يعني نوفروا لهم يعني مناصب شغل ولو غير دائمه، ولكن مناصب يعني كما نقولوا اللي تقوتوا منا، لان معظم هذا الناس يستكنوا في مناطق شويه نائيه ومناطق ضل. إذا السيد محمد غرمول رئيس مقاطعة الغابات زمورة ولاية غليزان، شكرا جزيلا لك على كل هذه التفاصيل. جزيلا والسلام عليكم.
إذا مشاهدينا ننتقل إلى ملفنا الثاني الذي سنخصصه لقطاع التربية، حيث سنتعرف على واقع القطاع بولاية ورقلة بأطواره الثلاثة، الابتدائي المتوسط والثانوي، ومن جوانبه المتعددة، كما سنقف عند عملية تجهيز المؤسسات التربوية بمخابر الإعلام الآلي ومدى إيجابية ذلك على التحصيل العلمي لأبنائنا. وللتفصيل أكثر في هذا الموضوع، وكما رحبنا في بداية الحصة، يلتحق بنا من محطة ورقلة الجهوية السيد بدر الدين بن عيسى، مدير التربية لولاية ورقلة. أهلا بك سيدي. أهلا، السلام عليكم ورحمة الله. نعم، إذا سيد بدر الدين، قبل أن نغوص في غمار النقاش، كانت الزميلة هاجر بن كران أنجزت ربورتاجا حول إدراج الإعلام الآلي في المؤسسات التربوية بولاية ورقلة، حيث يتم تدريجيا تعميم استخدامه من خلال تخصيص مخابر للإعلام الآلي بالمؤسسات، وذلك سعيا لتطوير مكتسبات التلاميذ في مجال التكنولوجيا والاتصال، ومساعدتهم كذلك على تحقيق الأهداف التعليمية المرجوة بشكل أحسن. نتابع. مدرسة الابتدائية البشير الإبراهيمي ببلدية رويصات تدعمت بمخبر للإعلام الآلي، وذلك بتوفير الأجهزة الخاصة بالعدد الذي يسمح لكل تلميذ استعمالها بالشكل المناسب والفعال. نتمنى كذلك يكون في كل مؤسسة ابتدائية بالخصوص يكون عون في الإعلام الآلي، من أجل أولا تخصيص وقت لفائدة أبنائنا. تلاميذ المدرسة استحسنوا هذا المكسب بالنظر لأهمية الإعلام الآلي في مسارهم التعليمي، خاصة في الأطوار المقبلة. حابين أن نتعلموا باستخدام الكمبيوتر كيفية تطوير مهاراتنا في استخدام الآليات والحاسوب وكيفية صنع البرمجيات. نشكر المدير وكل من ساهم كي نتعلم برمجية الحاسوب واستعمالاته. بالتالي التلميذ اللي يكون مثلا في هذا الابتدائي يطلع على الإعلام الآلي، في الطور المتوسط أو الثانوي تكون ما تكونش عنده إشكالية أو عدم التعرف، وبالتالي يسهل عليه السير أو دراسة المادة في المرحلة القادمة من بعد الابتدائي. ولهذا تسعى مديرية التربية جاهدة إلى تعميم مخابر الإعلام الآلي في جميع المؤسسات التربوية بأطوارها الثلاث. إذن سيد بن عيسى، في البداية نتحدث عن هذه المبادرة في تعميم مخابر الإعلام الآلي على مستوى بعض المؤسسات التربوية، كيف كانت يعني بداية هذه المبادرة وإلى أين وصلت إلى حد الآن؟ بسم الله الرحمن الرحيم. لا يخفى على أحد أن وزارة التربية تسعى جاهدة لتطوير الإعلام الآلي والمكتسبات في مجال التكنولوجيا، وهذه العملية تمت من خلال إنشاء مخابر الإعلام الآلي. مخابر الإعلام الآلي في البداية كانت مركزة على الثانويات، ثم ارتأت الوزارة أن يتم تعميم هذه المخابر على مستوى المتوسطات، وأنشأت مخابر إعلام آلي، أنشأت مادة جديدة اللي هي مادة الإعلام الآلي. ثم لتعميم العملية لجأت الوزارة إلى إنشاء أيضا مخابر للإعلام الآلي على مستوى الابتدائيات. بطبيعة الحال هذه العملية لها فائدة كبيرة جدا على مستوى التعليم للتلميذ، وعلى مستوى رفع في مجال رفع المستوى أيضا. نعم. والمخابر هذه بدون شك التي وفرت لها الدولة جميع التجهيزات، وهذه التجهيزات حديثة، كان لها دور فعال في عملية المكتسبات الأولية للتلميذ، وأيضا كانت عملية استشرافية مسبقة من وزارة التربية. نعم. ونلاحظ الأهمية والنتائج لهذه العملية من خلال هذه الفترة الأخيرة، حيث جاءت هذه الأزمة المتمثلة في كوفيد الذي أجل عملية التدريس وعطلها في عدة مجالات. هذه العملية الاستشرافية في الإعلام الآلي كانت لها فائدة كبيرة، بحيث لم يتعطل
المجال التعليمي للتلاميذ في جميع المستويات. إذن العملية هذه رغم أنها كانت مسبقة من وزارة التربية إلا أنها كانت عملية استشرافية مسبقة وكان لها فائدة كبيرة في مجال المكتسبات الأولية، ولاحظنا هذا أيضا من خلال الدروس المرئية. سيد بن عيسى، ربما ما هو عدد المؤسسات التربوية التي استفادت إلى حد الآن من هذه المخابر؟ بالنسبة للثانوي عندنا لحد الساعة عندنا 44 مخبر إعلام آلي، وننتظر استلام 6 مخابر أخرى في القريب العاجل. نعم. بالنسبة للمتوسط لدينا 113 مخبر آلي وأيضا للإعلام الآلي. أما بالنسبة للابتدائي العملية جديدة، لحد الساعة تحصلنا على 38 مخبر للإعلام الآلي، ننتظر استلام 12 مخبر للإعلام الآلي في القريب العاجل، وسوف تعمم هذه العملية على جميع الابتدائيات والمتوسطات والثانويات إن شاء الله. وبالنسبة للمؤسسات التربوية المتواجدة على مستوى المناطق الحدودية وحتى مناطق الظل، هل استفادت من هذه العملية؟ العملية هذه بالنسبة للمخابر الإعلام الآلي شملت جميع المدارس في جميع الأطوار، في حدود الولاية ككل استفادت منها مناطق الظل بما كما استفادت منها مناطق قريبة من مقر الولاية. نعم. إذن العملية هذه راح تتوزع بالعدل على جميع المستويات وفي فترات متواصلة إن شاء الله. إن شاء الله. نتحدث كذلك سيد بن عيسى عن عملية المرافقة، مرافقة التلاميذ فيما يتعلق باستعمال وسائل الإعلام الآلي على مستوى هذه المخابر، يعني المتخصصين في هذا المجال على مستوى هذه المخابر لمرافقة التلاميذ في استعمال حتى في عملية التحصيل العلمي في المواد الأخرى. بالنسبة للتعليم المتوسط والتعليم الثانوي لا توجد مشكلة، لأن هناك تأطير متخصص وهو من خلال إنشاء مادة جديدة في المتوسط اللي هي مادة الإعلام الآلي، يؤطرها أساتذة متخصصون في هذا المجال. الثانوي نفس الشيء، لدينا أساتذة أو مهندسين في الإعلام الآلي يؤطرون المادة. بالنسبة للتعليم الابتدائي نظرا للخصوصية، إذا نحن نختار أحد الأساتذة أو أحد المؤهلين من الطاقم التربوي للإشراف على هذه العملية وتكون بمساعدة الجميع، وفي حالة الحاجة نلجأ إلى أساتذة التعليم المتوسط والتعليم الثانوي لتأطير الأساتذة الذين يدرسون أو يرافقون التلاميذ في هذا النشاط العلمي الذي فيه الفائدة الكثيرة إن شاء الله. إن شاء الله. أستاذ بن عيسى، ننتقل إلى جانب آخر، نتحدث عن المؤسسات التربوية. ولاية ورقلة كم تحصي إلى حد الآن من مؤسسة تربوية، وما هي أهم المشاريع التي يمكن أن تستفيد منها، على يعني التي هي حاليا في طور الإنجاز والتي يمكن أن تستفيد منها مستقبلا للدخول المدرسي القادم إن شاء الله؟ إذن بالنسبة لولاية ورقلة تضم ما يقارب 340 ابتدائية موزعة على حدود الولاية، و50 ثانوية و117 متوسطة. أما بالنسبة لعدد التلاميذ بالنسبة للولاية، لدينا في الطور الابتدائي 100,351 تلميذ في الابتدائي، 65,420 تلميذ في المتوسط، و 32,251 تلميذ بالنسبة للثانوي. مجموع عدد التلاميذ في الولاية هو 198,022 تلميذ موزعين على 507 مؤسسة تربوية لجميع الأطوار. هذا بالنسبة للموجود. أما بالنسبة للتجهيزات، بالنسبة للترميم، بالنسبة للتوسعة، فالعملية متواصلة. لا. وإن شاء الله سوف نحصل خلال هذه السنة على 4 ابتدائية جديدة ومتوسطتين وثانوية، وهذا لفك الضغط و
تقريب المؤسسات من التلاميذ وتفادي التنقلات الكثيرة إن شاء الله. بالنسبة للتوسعة أيضا جاءنا هذه السنة إلى إضافة 20 قسم للتوسعة، وهذا لفك الضغط والاكتضاد في الأفواج التربوية. من بين المؤسسات التربوية التي سيتم استلامها كذلك هنالك مؤسستين تربويتين، ابتدائية المجاهد مدقن محمد ببامنديل، بالإضافة إلى ابتدائية حجاج عبد القادر حي بوزيد. هل انتهت الأشغال بهاتين المؤسستين؟ ويعني كم تستفيد الولاية من مؤسسات في الطور الابتدائي بالإضافة إلى هاتين المؤسستين؟ بالنسبة للتعليم الابتدائي ننتظر استلام 4 ابتدائيات إن شاء الله للدخول للمدرسة القادم. استلمنا هذه السنة ابتدائيتين جديدتين راهم في طور العمل، ووفرنا لهم طاقم تربوي تلاميذ، وكان هذا الابتدائيتين فكتا الضغط على ابتدائيات أخرى في هذه المناطق التي تشهد اكتضاد كبير في الأقسام. إذن هذه العملية نتاع استلام الابتدائيتين كان لها الفائدة الكبيرة وارتياح من أولياء التلاميذ. وأما بالنسبة للابتدائيات الجديدة فإن شاء الله سنستلمها ابتداء من الدخول المدرسي القادم إن شاء الله. إن شاء الله. وما هو يعني نصيب المناطق النائية من هذه المؤسسات التربوية الجديدة، وحتى بالنسبة لعمليات التهيئة على مستوى المؤسسات التربوية التي تعرف بعض الاهتراء على مستوى الأقسام والجدران إلى ما غير ذلك؟ بالنسبة للمناطق النائية ومناطق الظل، هناك مشروع ثانوية بمنطقة جوج، هناك متوسطة أيضا بنفس المنطقة، هناك أيضا متوسطة جديدة بدائرة الطيبات. إذن هذه المؤسسات الجديدة بالإضافة إلى الابتدائيات سوف تفك الضغط وتجعل الدراسة تكون في أكثر إرياحية، نتفادى منها تنقل التلاميذ، وبالتالي نوفر ظروف ملائمة إن شاء الله للتمدرس والحصول على نتائج جيدة في نهاية السنة إن شاء الله. سيد بن عيسى، لما نتحدث عن المناطق البعيدة نتحدث بالضرورة على النقل المدرسي. كم تحصي اليوم ولاية ورقلة في حظيرة النقل المدرسي، وهل تتوفر على نقل مدرسي كافي بالنسبة لهذه المناطق؟ بالنسبة للنقل طبيعة الحال النقل ضروري في المناطق البعيدة، حيث وفرت الولاية ما يقارب 21 حافلة جديدة لحل هذه المشكلة. تحصلنا في هذه السنة على 9 حافلة جديدة مسلمة من طرف وزارة الداخلية، وتحصلنا في نفس الوقت على 12 حافلة جديدة مسلمة من طرف وزارة التضامن الوطني. أما عدد التلاميذ الذين يستفيدون من هذا النقل فيقدر ب 1723 تلميذ موزعين كالآتي: عندنا 250 تلميذ يستفيدون من النقل في الابتدائي، و 408 تلميذ في المتوسط يستفيدون أيضا من النقل، و 1065 تلميذ بالنسبة للثانوي. إذن قضية النقل نعتبرها عملية فكت التأخر وحلت مشكلة عدم توفر المؤسسات التعليمية، وهذا لبعد هذه المناطق وليس فقط بعد المناطق. هناك مناطق حيث التمركز السكاني متباعد أصلا، حيث لا يمكن توفير مؤسسة قريبة من مجمع سكني، لذلك نضطر إلى بناء مؤسسة تشمل جميع هذه المناطق أو هذه السكنات ونوفر لها النقل الملائم. إذن حتى لحد الساعة رانا عندنا 21 حافلة مخصصة للنقل، وراها حل المشكلة على مستوى الولاية. وفيما يتعلق بالوجبات الساخنة والإطعام على مستوى هذه المؤسسات خاصة في المناطق النائية، هل هو متوفر بالقدر الكافي؟ بالنسبة للمطاعم المدرسية هذه نقطة إيجابية تحسب لولاية ورقلة، حيث كان لنا الشرف
أن جميع المؤسسات الابتدائية لها مطاعم وتقدم وجبة ساخنة، نقول 100%. والفضل الكبير بهذه المناسبة يقدم للسيد والي الولاية الذي كان حريص جدا 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 منذ بداية السنة، حيث كان يشرف شخصيا على هذه العملية، يقف عليها باستمرار، اجتماعات مع رؤساء البلديات باستمرار، حتى انطلقت جميع المطاعم في الوقت المناسب وكلها تقدم وجبات ساخنة سواء كانت في مقر الولاية أو في المناطق النائية. إذن من ناحية المطاعم نستطيع أن نقول أنها قفزة نوعية وإيجابية نتشرف بها في ولاية ورقلة، ونخص بهذه المناسبة الشكر لجميع السلطات التي ساعدتنا على توفير هذه الوجبة الساخنة للتلاميذ، وعلى رأسها السيد الوالي اللي تعب معنا جدا في بداية السنة حتى استطعنا أن نغطي جميع بلديات الولاية، جميع مدارس الولاية، ووفرنا بالمناسبة من الإحصائيات عندنا 141 مطعم في الولاية، منها 6 مطاعم مركزية كلها تقدم وجبة ساخنة سواء في مناطق البعيدة عن مقر الولاية، مناطق الظل، وبالنسبة لمناطق داخل مقر الولاية. إذن بالنسبة لقضية الإطعام والمطاعم هذه تعتبر نقطة إيجابية تسجل للولاية، ونتقدم بهذه المناسبة الشكر للجميع لهذا الجهد اللي قدموه على رسم السيد الوالي، حيث استطعنا أن نوفر وجبة ساخنة لكل تلميذ عبر كامل حدود الولاية. أمر جميل سيد بن عيسى. نتحدث كذلك عن أمر التدفئة وتوفير المدافئ على مستوى المؤسسات التربوية، خاصة المناطق التي تشهد برودة في الطقس. والله بالنسبة للتدفئة، المناطق اللي تتوفر على غاز المدينة ما فيهاش إشكالية، كلها فيها مدفأات، التدفئة متوفرة. بالنسبة للمناطق اللي ما عندهاش الغاز المدينة، هذه كانت تعليمات صارمة من السيد الوالي منذ دخول فصل الشتاء، أنه يجب توفير التدفئة بأي حال من الأحوال، سواء باستعمال الغاز، وإن انعدم الغاز يكون عن طريق الكهرباء، إما عن طريق المكيفات الكهربائية التي تقوم بالتسخين، أو بأي وسيلة. المهم أن عملية التدفئة بالإضافة إلى عملية الإطعام بالنسبة إلى عملية النقل، هذه 3 ملفات أشرف عليها السيد الوالي شخصيا، والحمد لله أتت بثمارها واستفدنا منها جميعا، خاصة الطلبة والتلاميذ. فيما يتعلق بالتحصيل العلمي وتحسين نوعية وجودة التحصيل العلمي، هنالك العديد من الاتفاقيات تقوم بها مديريات التربية مع مؤسسات أخرى، ماذا عن ولاية ورقلة في هذا الجانب؟ بالنسبة للامتحانات، الامتحانات الرسمية اللي هي المدرسية تحضيرها يبدأ من بداية السنة، ومن بين التحضيرات هي مراحل كثيرة، من بينها تحضير المراكز، والمراكز اللي هي مراكز الإجراء حيث يمتحن التلميذ. هناك نقطة هي نقطة المكيفات الهوائية التي نجد هذه المشكلة خاصة في فصل الصيف. لذلك استباقا لهذه العملية قمنا باتفاقية بين مديرية التربية ومديرية التكوين المهني منذ يومين. هذه الاتفاقية تنص على أن مديرية التكوين المهني تقوم بتكوين عامل من كل مؤسسة في مجال التبريد، وخصوصا في مجال الصيانة والإصلاح للمكيفات الهوائية. هذا التكوين بهذه الاتفاقية سوف نكون عمال مديرية التربية في هذا المجال، وبطبيعة الحال بعد عملية التكوين والتخرج أو انتهاء من عملية التكوين سوف نستفيد من هذه الطاقات التي هي نفسها سوف تكون مكونة لعمال آخرين، وأيضا
سوف تقوم بعمليات الإصلاح والصيانة، وهذا يفيدنا في كثير من الأشياء. أولا نتفادى أيضا الأعطال أثناء الاختبارات والامتحانات خاصة في فصل الصيف. إذن هذه الاتفاقية إن شاء الله سوف تكون ذات جدوى وذات فائدة، وتعود فائدة على العامل المتكون وعلى المؤسسات، وفي الأخير يكون النتيجة أو الفائدة تعود على التلميذ عندما يكون يمتحن في فصل الصيف. إذن هذه الاتفاقية إن شاء الله سوف تكون ذات جدوى وفائدة. ونشكر بالمناسبة مديرية التكوين المهني التي تضامنت معنا في هذه العملية، وسوف تكون لنا عمال على مستوى البلديات أو على مستوى مراكز التكوين المهني داخل الولاية مجانا، ونحصل بالفائدة، وتستفيد مديرية التربية من هذا العمال الذين تم تكوينهم في مجال إصلاح وصيانة المكيفات الهوائية، وبالتالي نتفادى الأعطال ومشاكل الحرارة في فصل الصيف، وخاصة فترة الامتحانات البكالوريا وشهادة التعليم المتوسط إلى آخره. يعني لهذا بالنسبة للاتفاقيات التي أنجأت. نعم، يعني هذه الخصوصية التي تعرفها مناطق الجنوب، وهي الحاجة إلى المبردات في فصل الصيف، خاصة فيما يتعلق بامتحانات نهاية السنة في الأطوار الثلاث، يعني أمر مهم، يعني ستكون هنالك جانب إيجابي جدا لهذا الأمر. نتحدث كذلك سيد بن عيسى عن عملية التكوين للأساتذة في مختلف الأطوار، يعني على مستوى الولاية. عملية التكوين هي جد مهمة في التحصيل العلمي للتلاميذ. بالنسبة لعملية التكوين، التكوين هي عملية مستمرة بالنسبة لوزارة التربية، سواء للأساتذة سواء للإطارات، بما في ذلك مديري التربية نفسهم يخضعون لعملية التكوين. نعم. الوزارة من مخططاتها ومن أهدافها التكوين للجميع، بما في ذلك مدراء التربية. وبهذه المناسبة نشكر وزارة التربية التي أطرت في الأسبوع الماضي مجموعة من مدراء التربية خاصة الجدد في مجال الامتحانات والمسابقات، وهذه كانت دفعة كبيرة. إذن عملية التكوين هذه عملية مستمرة لا يستغني عليها أحد مهما كان منصبه أو مكانته. بالنسبة لعملية التكوين، كانت العملية توقفت قليلا في مرحلة كوفيد نظرا للظروف الصحية وإلى آخره، ولكن الآن راها تمشي العملية جزئيا، ذلك بمراعاة البروتوكول الصحي. ورانا نلجأ في هذه العملية، إذا نرجع لموضوعنا الأول اللي هو المخابر. هنا نستفيد من عملية التكوين، من عملية التكوين عن طريق الحصص المتلفزة، وهذه أيضا عملية اللي كانت تمت على مستوى ولاية ورقلة، حيث خصصنا هذه السنة 170 حصة متلفزة في دروس كثيرة. وبهذه المناسبة أيضا الإنسان ينتظر الفرص ليقدم الشكر للجهات التي تقدم لها المساعدة. نتقدم بالشكر الجزيل للتلفزة الوطنية على الدعم الكبير الذي وجدناه منها، أيضا الشكر الجزيل لأيضا للتلفزة الجهوية ورقلة وإطاراتها الكفأة والشابة التي قدمت لنا جميع التسهيلات جميع المساعدات، وهم مشكورين على ذلك، لتقديم حصص مصورة للتلاميذ. كما قلت وفرنا هذه السنة أو برمجنا هذه السنة 170 حصة متلفزة، قدمنا حتى الساعة هذه 100 حصة، والعملية إن شاء الله مستمرة إلى نهاية السنة الدراسية إن شاء الله. إن شاء الله. سيد بن عيسى، تحدثت عن تأثير الجائحة على التحصيل العلمي، مما استوجب إلى تقديم مثل هذه الحصص التكوينية سواء للتلاميذ وحتى للمؤطرين. نتحدث عن الجانب الصحي كذلك للتلاميذ، التغطية الصحية على مستوى المؤسسات التربوية، بالإضافة إلى تطبيق البروتوكول الصحي على مستوى هذه المؤسسات. بالنسبة للجانب الصحي، إحصائية عامة
ولاية ورقلة تحتوي على 24 وحدة من وحدات الكشف والمتابعة موزعة عبر الولاية. استفاد منها إلى حد اللحظة هذه 182,950 تلميذ، وهذه الوحدات اللي هي وحدات الكشف والمتابعة الموزعة عبر الولاية يؤطرها 26 طبيب يساعدهم 128 عون من أعوان الشبه الطبي. إذن بالنسبة للعملية هذه الولاية تحتوي على هذه وحدات الكشف المدرسي واستفاد منها عدد كبير من التلاميذ. بالنسبة للبروتوكول الصحي كانت العملية هذه منذ البداية وفرنا الكمامات والجال الخاص بالمعقم، والعملية الحمد لله لحد الآن ما سجلناش أعداد كثيرة على مستوى المؤسسات التربوية، ولم نغلق أي مؤسسة تربوية بسبب كوفيد 19. نتحدث دائما عن الفحوصات الطبية والتغطية الصحية لتلاميذنا عبر ربوع الولاية، بالإضافة إلى ذلك المناطق النائية ربما لا تحوي وحدات طبية على مستوى المؤسسات، وهنا يأتي عمل القوافل الطبية. يعني كيف تنسقون الجهود مع هذه القوافل حتى تكون هنالك تغطية طبية كافية لهذه المناطق؟ بالنسبة لما هو معمول الرسمي هو وجود هذه الوحدات اللي هي وحدات الكشف والمتابعة، ولكن لا ننسى أن العملية هذه تاع المعالجة بالنسبة لكوفيد 19 شاركت فيها عدة هيئات، عدة جمعيات، عدة مديريات، كان تضامن كبير، وحنا كنا سهلنا العملية لتنشط هذه الجمعيات على مستوى جميع البلديات، على أن تنشط على مستوى جميع الابتدائيات، جميع المتوسطات، جميع الثانويات، مهما كان المكان، أن تنشط لا من ناحية التوعية ولا من ناحية توفير المستلزمات الخاصة بالوقاية من هذه الداء، عفانا إن شاء الله جميعا منها، من كمامات وملصقات وأيضا معقمات. والعملية الحمد لله تمت بشفافية، بالإضافة إلى الميزانية الكبيرة اللي وفرتها الدولة من خلال وزارة التربية التي سمحت للمؤسسات باقتناء كل ما يلزم للوقاية من هذا الداء. سيد بن عيسى، ربما كلمة أخيرة لتلاميذنا الذين يشهدون هذا الأسبوع امتحانات السداسي الأول، ماذا يمكنكم القول لهم؟ بالنسبة للرسالة اللي نوجهها لتلامذتنا هو أنني نتمنى التوفيق إن شاء الله للجميع، وأن يكلل هذا الجهد وهذا التعب بنتائج حسنة، نتائج عالية، نتائج كبيرة، كما نطلب من جميع الإطارات التربية على مستوى الولاية كل على حسب مكانته ورتبته أن يقدم الجهد الكثير للرفع من المستوى، ويكون النجاح هذا إن شاء الله هو المقابل لكل جهود التي تبذلها الدولة في هذا المجال، وبالتوفيق إن شاء الله للجميع. بالتوفيق لكل أبنائنا. سيد بدر الدين بن عيسى مدير التربية بولاية ورقلة، شكرا جزيلا لك على كل هذه التفاصيل، والشكر موصول لزملائنا بالمحطة الجهوية لورقلة. إذن مشاهدينا، حان الآن موعد أذان صلاة العصر للجزائر العاصمة وما جاورها من مدن، ننصت لصوت الحق. اللهم آمين يا رب العالمين، تقبل الله صلاة الجميع بمزيد من الأجر والمغفرة والثواب. إذن مشاهدينا، حان الآن موعد أخبارنا الاقتصادية مع الزميل هشام أكلي بعد هذا الفاصل. مشاهدينا الكرام، أهلا بكم إلى هذا الموعد الاقتصادي.
انطلقت اليوم أشغال الاجتماعي 27 للجنة المراقبة الوزارية المشتركة GMMC بمشاركة وزير الطاقة والمناجم محمد عرقاب. الاجتماع سيعكف على تقييم ظروف سوق النفط الحالي على المدى القصير وكذا مستوى الامتثال لالتزامات خفض الإنتاج للدول الموقعة على إعلان التعاون لشهر جانفي 2020. إلى ملف الاستثمار، وبطموحات كبيرة تجري شركة إنتاج المواد الصيدلانية الجافة بالمنطقة الصناعية بولاية سيدي بلعباس آخر التجارب على منتجاتها الدوائية قبل دخولها السوق المحلية، نموذج واعد من شأنه إعطاء نفس جديد للحركية الاقتصادية بالولاية، يقول سيف الدين بن زردة. داخل هذا المبنى يعكف طاقم من الكفاءات الجزائرية على تصنيع المنتجات الدوائية، مجهودات تقابلها خطوات يسيرة صارت تفصل هذا المصنع عن بداية عملية التسويق لمنتجه الدوائي وتدعيم النسيج الصناعي لولاية سيدي بلعباس. هي شركة الإنتاج المواد الجافة، منها الأقراص الصلبة أو الكبسولات. عندنا عدة أدوية، لحد الآن استطعنا تسجيل 7 أدوية، منها لعلاج أمراض القلب وعلاج أمراض الحساسية. الطاقة الإنتاجية حاليا تقدر ب 5 إلى 6 ملايين وحدة سنويا، وحنطورها إن شاء الله إلى 10 ملايين وحدة سنويا. بطاقته البشرية وأجهزته المتطورة يراهن هذا المصنع على دخول عالم الصناعة الدوائية بقوة والإسهام في التنمية المرجوة، انسجاما مع استراتيجية الدولة الرامية إلى إيجاد بدائل لتدعيم الاقتصاد الوطني. احنا حاطين لي دوسي دو فابريكاسيون عند وزارة الصيدلانية، احنا نستناو التسريح من عند الوزارة باش نقدروا نجمو نبداو التوزيع. ولاية بلعباس راها عرفت تطور ملحوظ فيما يخص الصناعة الصيدلانية. هذا القطاع كان فيه مؤسستين على مستوى المنطقة الصناعية، هناك 3 استفادات من أجل إنجاز 3 مشاريع استثمارية في ولاية سيدي بلعباس، يعني مشروعين خصوا الصناعة الصيدلانية يعني مباشرة، وهناك صناعة صيدلانية شبه صيدلانية. استثمارات من شأنها تقديم قيمة مضافة لصناعة تشكل الأمن الصحي للبلاد. أجمع المتعاملون الاقتصاديون خلال يوم دراسي نظم أمس بالعاصمة بحضور وزير التجارة كمال رزيق، أجمعوا على ضرورة إيجاد حلول مستعجلة لمشكل النقل والشحن الذي يعرقل بشكل كبير ولوج السلع الجزائرية إلى الأسواق الخارجية. واعتبر المتعاملون المتدخلون بأن المنتجات الجزائرية قادرة على منافسة باقي السلع في مختلف الأسواق الدولية شريطة تذليل العقبات التي تعترض عمليات التصدير، خاصة ما تعلق بالجانب اللوجستيكي والنقل والشحن البحري. كما أكد المشاركون أن المنظومة الحالية في هذا المجال تجعل من التكاليف مرتفعة ومن مدة عمليات التصدير طويلة، مما يتسبب أحيانا في تلف المنتجات خاصة منها الخضر والفواكه، بالإضافة إلى غرامات التأخير على مستوى بعض الموانئ. أزيد من 250 طنا من البطاطا المخزنة تم ضخها في الأسواق الوطنية، وهذا للحد من ظاهرة المضاربة التي أدت إلى ارتفاع المنتوج بالأسواق بعد تجاوز أسعارها 80 دينارا. قدر جوابي. أسعارها تجاوزت 40 دينارا بأسواق الجملة، ارتفاع مرده حسب تجار الجملة بسوق خميس الخشنة إلى قلتها وتصديرها، فيما يرى الفلاحون أن 40 دينارا سعر مناسب، وذلك لما تتطلبه من مصاريف. ما كاش بطاطا دوك الواتساب لا يتخرج بطاطا، ما كاش بطاطا من ولا من اول مرة مليحه السومه تاعها بارابو على البارح ولا البارح. البارح دارت 4.5 لما 4000 38 37 تاع الواتساب حتى 5000 5.5 مليحه. راه الفري زاد بزاف، البطاطا الزريعه راه مشوا فيها ب 12500، الانجري راه مشوا فيها مليون، التوتية زادت، اليد العاملة زادت، الفلاح ديجا مرة الفلاح راه يكري تراب، الفلاح يعني دوريجين ما عندوش تراب.
راه يكري تربع 20 مليون لقطار. احنا بالنسبه لنا كفلاحين البطاطا اقل من 3000 مخلين دراهم تجوبنا، اسكو الشعب يفرح للفلاح كيخلي الدراهم هذا ما كان. الديوان الوطني المهني المشترك للخضر واللحوم اطلق عمليه تمويل للاسواق بما يزيد عن 250 طنا من البطاطا. كمرحله اولى نقوم باخراج ما يقارب ال 250 طن على مستوى الاسواق، وهذه العمليه راهي ايضا معممه على مستوى 14 ولايه لتخص 34 متعامل. ضخ كميات معتبره من البطاطا المخزنه من شأنه أن يعيد استقرار أسعارها بعد أن تجاوزت 70 دينارا. في النشاط الفلاحي استطاعت نادية من ولاية معسكر بفضل الإرادة والإصرار أن تحقق نجاحا في مشروع إنشاء ملبنة جديدة، وهي اليوم تطمح إلى زيادة الإنتاج وتحقيق الاكتفاء الذاتي إذا تحصلت على الدعم اللازم. عمار النهاري. نادية، إصرار وإرادة قوية هو عنوان لمشروع ملبنة تنتج أجود مادة الحليب ومشاركة يد نسوية كفأة وبإمكانيات قليلة. 3000 لتر يوميا، نعم، غير كافية. بهذه المناسبة نطلب من السلطات المحلية أخذ موضوعنا بعين الاحتبال لتوسيع المشروع وزيادة الطاقة الإنتاجية، مما يمكن المؤسسة خلق مناصب شغل جديده لشباب المنطقه. كاين تشجيع كبير لليد العامله خصوصا للمراه، وفي هذه الملبنه بالذات نرى بان جل الموظفين في هذه الملبنه فهم نساء. كل صباح باكر تحرص نادية على جمع ماده الحليب من الموزعين وتعقيمه وتعبئته وتحضيره للزبائن. عندنا 11 عامل، الاغلبيه تاع العمال هنا فئه نسويه، باسكو لو دومين تاعنا تاع الحليب يحتاج الفئه النسويه هنا في العمل تاعنا. المساحه اللي للملبنه مساحه صغيره غير كافيه لانتاج مشتقات الحليب. انا في احسن ملبنه في ولايه معسكر في انتاج الحليب بجوده عاليه، قاس الناس راهم يحكموا عليهم شي انا، بصح عندنا مشكل صغير دروك شغل الناس راهم يدوموندو الحليب، انا ما شتك نكفي ولايه معسكر. وتطمح هذه السيدة على توسيع المشروع لزيادة في الإنتاج وخلق مناصب شغل للشباب. ارتفعت اليوم أسعار والعقود الآجلة لخام برنت ب 24 سنتا إلى 62 دولارا فاصل 94 سنتا للبرميل، حيث أدت مؤشرات إلى إحراز تقدم في توزيع لقاحات كوفيد 19 في الولايات المتحدة الأمريكية أكبر مستهلك في العالم وانتعاش في توقعات الطلب. عادت أسعار الذهب لاستكمال خسائرها خلال تداولات الفترة الأسيوية اليوم بعد أن سجلت ارتفاعا طفيفا يوم أمس، حيث سجلت العقود الفورية تراجعا بنسبة 0.32% ووصلت إلى 1732 دولارا فاصل 66 سنتا للأوقية، وصاحب ذلك تحسن في تحركات الدولار الأمريكي في ظل ترقب بيانات اقتصادية مهمة في الولايات المتحدة الأمريكية اليوم، رغم استمرار تراجع السندات الأمريكية لليوم الرابع على التوالي. وفي الختام مشاهدينا، إطلالة على أسعار صرف أهم العملات الأجنبية مقابل الدينار الجزائري. بهذا الخبر نصل إلى ختام هذا الموعد الاقتصادي، ألقاكم بخير.
من محطتنا الاقتصادية إلى محطتنا الرياضية مع الزميل علي جعفر بعد هذا الفاصل. شكرا لك ريديا مشاهدينا، سعدتم مساء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. المستهل بدوري أبطال إفريقيا، وحيث تنقل زوال اليوم فريق مولودية الجزائر إلى العاصمة السنغالية داكار تحسبا لمواجهة نادي تانغيث لحساب الجولة الثالثة من دور المجموعات. وقبل التنقل أجرت عناصر مولودية الجزائر آخر تدريب لها بالجزائر، التدريب حضر جانبا منه أنيس مزيان وأعد التقرير الموالي. بتعداد مكتمل وضعت تشكيلة مولودية الجزائر آخر الرتوشات تحسبا لمباراة تونغيث السنغالي. الطاقم الفني وقف على الأخطاء المرتكبة في آخر مواجهة، كما سعى لتجهيز رفقاء العائد مهدي بن علجية خاصة من الناحية النفسية. الحمد لله يعني راح نسافروا بالمجموعة بكامل التعداد، يعني هذه حاجة تبشر بخير وتعطينا عدة حلول فيما يخص المجموعة. يعني نظن بلي المقابلة هذه راح تكون صعيبة علينا وعلى الفريق طونغيت، هو اللي لازم يربح باش يحسن المرتبة ديالو، ونفس الشيء علينا احنا كذلك، لازم علينا باش نجيبوا نتيجة إيجابية باش تساعدنا على تساعدنا باش نحسنوا كذلك المرتبة ديالنا وتساعدنا ثاني خاصة من الناحية الذهنية. استغلال المساحات وعدم تضييع الفرص هي أبرز المفاتيح التي ركز عليها المدرب عمراني بغية العودة بنتيجة إيجابية وتعويض التعادل المحقق داخل الديار في ثاني جولة. الحمد لله يا ربي، حاولنا قدر المستطاع باش نسيوهم في هذيك الخساره تاع شبيبه القبائل، وين دخلنا مباشره في زمام الامور، وين حاولنا نحضروا من هذه المقابله تاع طونغيت من كل النواحي، من ناحيه خاصه من ناحيه الاسترجاع ومن ناحيه الذهنيه. نظل في هذه المنافسه يعني يكون لازم يكون تركيز عالي، يكون لازم مقابله 90 دقيقه وانت مركز وتستغل النقاط القوه تاعك تكون في المقابله، وين تكون قوي لازم تما تحاول بس تسجل وتحاول تباغت هذا المنافس اللي ما راهوش منافس سهل. تركيز عالي ورغبه شديده في العوده لسكه الانتصارات هي ابرز ما ميز تشكيله المولوديه بهدف تحقيق نتيجة إيجابية من موقعة داكار والحفاظ على كامل الحظوظ لتجاوز دور المجموعات في موسم ليس ككل المواسم، موسم المئوية. ولسان حال كل عاشق متيم بهوس مولودية في عام المئوية، سنة يرغب من خلالها الأنصار والعشاق أن تكون مغايرة لسنوات العجاف ومرادفة لعام التتويج بالثلاثية التاريخية لفرقة المولودية بأسماء ثقيلة. باشا باشا، كل التوفيق لمولودية الجزائر. وفي ذات المنافسة ولحساب نفس الجولة خاض فريق شباب الوزداد حصة تدريبية ثانية صباح اليوم تحذيرا لمواجهة نادي الهلال السوداني الجمعة المقبل. التدريب جرى بملحق ملعب 5 جويلية وشهد إعفاء حسين سالمي مقابل اندماج كل من كوكبو وبالأحول وثابتي وخالي وغانم وقاسمي في التدريبات الجماعية. هذا ويحل فريق الهلال السوداني اليوم بالجزائر بعدما حصل أمس على ترخيص التنقل. في منافسة كأس الكاف عين الاتحاد الأفريقي لكرة القدم الحكم الغامبي بكاري قاسم لإدارة مواجهة وفاق سطيف مع أورلاندو بيراتس الجنوب أفريقي لحساب الجولة الأولى من دور المجموعات والمقررة في 10 مارس بالعاصمة الغانية أكرا. ويساعد قاسم الثنائي نفالي جارجو ومصطفى بوجانغ، في حين سيكون بوبكر باس حكما رابعا للمقابلة. محليا سلم الاتحاد الجزائري لكرة القدم الشارات الدولية الخاصة بالحكام لموسم 2020-2021 في حفل أقيم بمقر الفاف بدال إبراهيم. الحفل أشرف عليه رئيس الفاف خيردين زطشي ورئيس اللجنة الفيدرالية للتحكيم محمد غوتي، بالإضافة إلى مكون الحكام عبد الرحمن بوسناجي. وتم خلاله منح 22 شارة دولية، كما كان مناسبة قدم خلالها زتشي بعض التوجيهات والملاحظات التي وقف عليها شخصيا خلال الفترة السابقة. وفي أعقاب حفل التسليم تحدث رئيس الفاف خيردين زتشي وبعض الحكام عن هذه المناسبة.
نعم، سنعود إلى التصريح في النشرة القادمة. ضمت أو ننتقل إلى الموضع الموالي في الرابطة المحترفة، حيث سيعود نادي شباب قسنطينة للاستقبال بملعب بن عبد الملك رمضان بداية من الجمعة المقبل، حينما يستضيف نصر حسين داي ضمن الجولة 16 للبطولة. وانتهت تشغال صيانة الملعب بعد أسابيع عديدة من غلقه، ما جعل الفريق يستضيف منافسيه بملعب عبد حمداني بالخروب طوال الجولات الفارطة. التقرير لمحمد صالح بوساكر. استجابة الرابطة الوطنية لكرة القدم لطلب الإدارة الجديدة لشباب قسنطينة بالعودة لاستقبال منافسيه بملعب بن عبد الملك رمضان عوض ملعب عبد حمداني بالخروب. القرار جاء متبوعا ببرمجة اللقاء المقبل برسم الجولة 16 بين السياسي ونصر حسين داي بملعب وسط المدينة، وهو القرار الذي أراح الجميع. كانت الاتصالات والرابطه قبل العوده تاعنا بن الملك، وان شاء الله يكون انطلاقه جديده للفريق، في اللاعبين يتحروا في الملعب هذا ويقدموا مستوى احسن ان شاء الله. On a opté pour revenir عبد الملك. Pour moi c'était une évidence. Pour moi c'est une évidence quoi qu'il arrive. On n'a rien à faire à Khroub. D'ailleurs je remercie toute l'équipe de Khroub de nous avoir accueillis là-bas. Mais notre terrain nous c'est voilà, c'est à Constantine. On doit jouer nulle part ailleurs que chez nous. C'est déjà qu'on a huit clos, alors si on commence à jouer à l'extérieur, là, c'est on ouvre la porte à toutes les équipes qui vont jouer contre nous. Et c'est pas le but. Nous, on veut jouer chez nous. لاعبو شباب قسنطينة طالبوا في وقت سابق من الإدارة بالعودة إلى الملعب الذي غادروه منذ الجولة السابعة، بدليل أنهم انهزموا في ثلاث مباريات بملعب الخروب في سابقة منذ دخول عهد الاحتراف. بن عبد الملك ما خسرناش، إن شاء الله راح تكون هذه تكون معنويات تاعنا مليحه في بن عبد الملك ان شاء الله. للاشاره ان اداره شباب قسنطينه قررت انهاء البطوله بملعب بن عبد الملك رمضان على ان تنطلق بعدها عمليه تجديد البساط. وتحذيرا للجوله القادمه من البطوله، يواصل فريق سارع غليزان تدريباته تحسبا لاستقبال اتحاد بالعباس هذا الجمعه في مباراه محليه مهمه ومثيره، يقول بالمهدي بالمهل. منذ أكثر من أسبوعين فتح ملعب حي برمادية بغليزان أبوابه أمام السريع لإجراء التحضيرات كبديل مؤقت في انتظار جاهزية ملعب الطاهر زوغاري الذي تجري به الأشغال لإعادة تجديد أرضيته بالعشب الاصطناعي من الجيل السادس. وتنتظر سريع غليزان مقابلة هامة في الجولة القادمة أمام الجار اتحاد بالعباس، ويحاول من خلالها الطاقم الفني وقف هاجس النتائج المتذبذبة. خرجنا من هزيمة قاسية غير منتظرة، باسكو كنا نلعب مع كونكيرون ديريكت، كنا توجور بريبار بور غاني دي ماتش. بالك لا كوبي كيما لعبناش الجولة المقبلة هذيك تاع لا جي اس كاب، بالك هي اللي أثرت على اللاعبين. كان نصرا نوع من التراخي شوية، موفيز دو كونسونتاسيون، باسكو كي تشوف الماتش، الماتش ما كانش ديفيسيل، دي زيرور انديفيديال وين ماركونا البيت. بون هذه سنة الحياة، هذا هو الفوتبول. بالك الفريق تاعنا كان خرج على إطار اللي ما كناش نقراو فيه، وتاع ما كان يقرا في سيري غيزان يلعبها بذاك اللعب، وخاصة الهدف الأول والثاني اللي حطموا المقابلة. دروك رانا بمعنويات ونساي زعما كان رموط المورا اللاعبين، اون كوريج لي زيرور، نخدموا نحضروا انا كونت اون ايكيب كيروفيان كونكيرون ديريكت اتحاد بالعباس. عناصر سريع غليزان تحضر بجدية وكلها عزم للتقدم في سلم الترتيب، غير أن المأمورية ليست بسهلة حسب اللاعبين. نخدموا بجديه باش ريكتي فيه هاد لي 3 بوين لي راحوا لنا، وما يخفاش عليك باللي ديربي، والديربي صعيب يتلعب على لي ديتاي صغار. حنا نخدموا باش نفرحوا انصار تاعنا ونخلفوا نقاط تاع النهد ونفوزوا بالديربي ان شاء الله. ما يخفاش عليكم ما غاديش نلعبوا في الميدان تاعنا، ما على باليش مازال ما قروش وين نلعبوا الميدان وكاع. حنا رانا نبريبارو الماتش هذا، ماتش ما غاديش يكون ساهل، ورانا خارجين من الديفات اللي درناها درك كونت النهد. ان شاء الله حنا نبريبارو هذا الاسبوع ان شاء الله باش نحققوا هادو لي 3 بوين، باسكو غادي باش تخلينا نتنفسوا شويه بالنقاط، وان شاء الله بربي نعرفوا كيف نحضروا هذه المقابله ماتش ديربي.
ويبحث أشبال المدرب الشريف الوزاني تدارك نقاط المقابلة التي خسرها أمام نصر حزنداي والبحث عن الفوز الخامس لهم من عمر البطولة. في بطولة الدرجة الثانية أقيل واستقال لحد الآن 12 مدربا بعد مرور 3 جولات فقط، وهو ما يعادل ثلث عدد المدربين، والتفاصيل في سياق تقرير بلال بوزيدي. البطولة الوطنية بقسميها الأول والثاني لم تعد تحمل لنا المفاجآت في كل موسم كروي، فبعد 15 جولة لعبت لحد الآن من عمر الرابطة المحترفة الأولى، ها هو مؤشر إقالة واستقالة المدربين يصل لعتبة 15 مدربا. وكان لشبيبة القبائل الحظ الأكبر باستنفاذ الإجازتين بعد مرور 6 جولات فقط. هذا العدد وحسب متابعين بات يعكس مستوى التسيير العام للمنظومة الكروية في البلاد، فما يعيشه القسم الأول تحصيل حاصل للعدوى التي انتقلت للقسم الثاني. التسيير ما تغيرش، راه زاد من الناحية السلبية. يعني احنا كنا نقولوا الجزائر جديدة، ممكن الرياضة راح تتحسن أيضا وخاصة في كرة القدم وإن كان الفساد. مالوريزمون ما زال توجور دو لي ميم كي جير لو فوتبول ناسيونال، وتوجور المشاكل هادو المادية. يعني احنا نطلبوا من السلطات يعني باش يحاربوا هاد الناس اللي راهم يسيروا كرة القدم، لأنه ما فيه تحسن. رانا بوكو بلوس رانا للرداءة. هذا الكم من الإقالات والاستقالات يبقى مرشحا للارتفاع في ظل النتائج السلبية التي تسجلها أغلب الفرق، والتي بدورها تظل دائما ترضخ لضغوط الشارع الرياضي المتعطش للنتائج الآنية. وفي ظل هذه الصورة المقدمة من طرف الفاعلين في الحقل الكروي، بات لزاما على مسؤولي اللعبة الأكثر شعبية سن قوانين أكثر جدية للتقليل من ظاهرة إقالة واستقالة المدربين. في رياضة الدراجات الهوائية تتواصل التحذيرات لمنافسة كأس الجزائر المقررة بتيارة. الزميل محمد نور الدين قاسمي زار المسلك المخصصة لها وأعد هذا التقرير. المحيطة بمدينة تيارت ستكون بعد أيام مسرحا لتنافس رياضي متميز، رواده دراجون مسلحون بركوب الخطر وحب الطبيعة. تحذيرات مسلكي اختراق الضحية وهبوط المنحدرات تحسبا للمرحلة الأولى من كأس الجزائر للدراجات الهوائية الجبلية تكاد تنتهي. المسلك هذا فيه عدة بليزيور بارتي، كما اليوم رانا في لابارتي غوشوز رانا نديرو في الباليزاج باش الناس هنايا يكون كيجي لو رايدر يشوف المسلك او ميم طون باش ما يطيحش. كاين بلايص وين كاين الريسك بزاف. رانا نقومو بالتنظيف كما راكم تشوفوا بالتنظيف المسلك. ان شاء الله يحتضن المنافسه الوطنيه المرحله الاولى من كاس الجزائر للدراجات الهوائيه الجبليه اختصاص في تي تي اكسيو المقامه بولايه تيارت ايام 4-5-6 مارس. المسلك يمتد على 4.2 كيلومتر، هو عباره عن حلقه مغلقه متنوع، فيه صخور، فيه منعرجات، فيه مرتفعات حوالي 30%. هو مسلك في حد ذاته مميز. النادي الرياضي الهاوي الناشط في الميدان ينسق مع مديرية الشباب والرياضة. نجم نقول باللي الفي تي تي هو رياضة وسياحة بصفة عامة. اليوم عندنا 27 ولاية اللي راح تكون حاضرة هنا في هذه التظاهرة الرياضية، أيضا أكثر من 200 متنافس اللي هم رايحين أيضا يتنافسوا وميم طون يشوفوا الطبيعة الخلابة تاع ولاية تيارت. المنافسة وإن كانت ستسفر عن متوجين بألقاب، فإن الفرجة والسياحة واكتشاف جمال الطبيعة ستزيد في جمالية هذه التظاهرة الأولى من نوعها بتيارت. في روبورتاجنا مع قلة المرافق الرياضية بأحياء عين النجا بالعاصمة، يعاني فريق كرة اليد بالمنطقة من غياب شروط تطوير هذه الرياضة رغم تاريخه الممتد ل 15 سنة. الزميلة وهبة بالحوة تقودنا للتعرف على هذا النادي ومعاناته المستمرة في سياق هذا الروبورتاج.
وأنت تمر من هذا المكان تعتقد للوهلة الأولى بأنه مكبا للخردوات والنفايات المنزلية، لكن واقع الحال هو مكان يمارس فيه الأطفال لعباتهم المفضلة، والأمر الأكثر سوءا حالة الملعب التي تهدد صحتهم. كنت نجري طحت من يدي وقطع لي سروالي. كنت نجري طحت تقطع لي سروالي وليت نخاف نجري. الوحدة طاحت ما زادتش ولات باسكو تخاف. شحال من وحدة تكسرت تفعصت، نطلبوا منهم يعني يجيدونا لاكو. دوكا وليت بزاف نخاف كي نجري بالخوف. نطلب من رئيس البلدية ولا من وزير الرياضة باش يخدم لنا أرضية الملعب. بحي 750 مسكن بعين الناجة يتواجد هذا الصرح الرياضي في ظل ندرة المنشآت الرياضية بالمنطقة. نادي كرة اليد ينشط منذ 2006 ويسير في اتجاه الاهتمام بتكوين الفئات الصغرى وتحقيق الخزان الذي تحتاجه اللعبة، لكنه تاه في ظل غياب الإمكانيات. كما تعرفوا أن المصاريف تاع الطب بركيتك كلفتنا غالي، لا سيما عندنا شحال من الأولاد اللي صابهم كسر لليغامون، تقطعوا لهم لليغامون مشكلة. طلبنا من السلطات المحلية أولا وجانا عدة رسائل وعدونا، لكن للأسف الشديد نقولها ونعاودها، خاب ظننا فيهم. شوف الأولاد بالك ما همش يشكيوا. أنا عندي ثلاثة ولا أربعة لاعبين راحوا حبسوا كرة اليد، حبسوا. كانت عندنا فريق تاع الأكابر، صح لي موايا ما عندناش باش نكملوا، حقيقة ما قدرناش نكملوا باسكو لازم لها لي موايا. بصح اليوم أو موان أون فورمي دي جوار، أو موان يروحوا ليكيب ناسيونال، لأن هادي وعدونا. باش نزيد نقول لك نشكر كوسيدار لان على الكلام تاعها على الوعد تاعها جات، خدمت لنا ستاد، خدمت لنا ليفيستير. الميدان يحتاج الى تهيئه وتغطيه حتى يصبح مكانا حقيقيا لممارسه كره اليد. فما موقع المشروع في برنامج اداره البلديه؟ احيطكم علما أن الملعب هذاك راه مسجل عندنا في البياس تاعنا 2020، كاين هو و11 ملعب واحد اخر، منهم ثلاثه راح يكونوا تاع يكونوا ملاعب مخصصه لكره اليد، وكاين زوج ملاعب كره السله اللي بدا الانجاز تاعهم. حتى دوكا راه كلش واجد ان شاء الله، ما بقاش اون بروغرامي لا كوميسيون دي مارشي في اقرب وقت ان شاء الله باش تكون الانطلاق تاع المشروع. في انتظار الوفاء بالوعود يبقى الاطفال يعانون في صمت. صيحة أو نداء نتمنى أن يجد أذانا صاغية. بهذا نختم أخبار الرياضة وأعود بكم إلى الزميلة ليديا بالبحري. شكرا جزيلا لك زميلي جعفر، نلقاك في مواعيد رياضية أخرى إن شاء الله. إذن مشاهدينا وصلنا إلى ختام ظهيرة هذا الأربعاء، تقبلوا تحياتي تحيات الفريق الصحفي والتقني، نلقاكم بخير والسلام عليكم.